الحبيب المصطفى صلوا عليه المصلي عليه. يا كافل الأيتام الله الله صلوا على خير الأنام. خير الأنام يا طب النهى صلوا عليه. الله الله صلوا عليه. يا منقذ الدنيا مقامك مفرد. طيب لما أطل على البسيطة نوره ألفيتني ران الضلالة تخمد. والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو وسكير هناك يعربد عبد الحجارة غفلة فتمزقوا وأتى الأمين فوحدوا وتوحدوا. الله. وأدوا البنات وأدوا البنات. الله أكبر. وأدوا البنات فكم فتاة غضة كالزهر تدفن في التراب وتؤد قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد. وأتيت يا نور العين يا جد الحسنين حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمد. عمر العظيم قبيل دينك جاهل يرعى الجمال وللحجارة يعبد. وإذا به لما اقتدى بمحمد وإذا به لما اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد. لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد حمل الدقيق لها عمر ترضى عنه حمل الدقيق لها وأقبل مسرعا يا كرام متلطفا لصغارها يتودد. لم يغره عز الخلافة عمر فاغتدى بيدي يغترف القرى ويبرد وشرى ظلامتها ولم يك ظالما بوثيقة تنجي بوثيقة تنجي إذا جاء الغد. لما أتى القبطي يشكو عنده ضرب ابن عمرو بعدله بالتقى يستنجد قال طيب قال عمر قال ضرب ابن الأكرمين مؤنبا يا عمرو إن الحر لا يستعبد. الله أحلى كلام. أمثال ذا خريج معهد أحمد أمثال ذا خريج معهد أحمد أنعم وأكرم
بمن رباه ذاك المعهد لغة الكلام. صل على خير الأنام. كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحومي. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رهبا لدى ذاك الجمال الأكرم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأعظم. وعلى غدى الأقدار قام محمد. صلوا عليه. لله فيه سرائر لم تعلمي طوعا لأحكام قضى خطى على الثرى خطو اليتيم المعدم متجردا متجردا عن كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصيني حتى اصطفت خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم. صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدثار خديجة روحي ترد عنها دثريني دثري إني أكاد على ذهولي أغتمي. فتضمه رضي الله وهي الثبات مكرما وتقول لا تفزع بربك واسلمي من كان مثلك لا يخاف. وهذه بشرى ابن نوفل على فمي. صلى عليه الله اللهم صل عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لا لم يسأم حتى أتى الروح الأمين يضم ضما على رغبوته المتبسم. اقرأ اقرأ نبي الله صلوا عليه وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم. اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم. اضرأ إلى الله يا رب والمسع اللي تاك تبرأ. الله يا رب يا اللهم اشفنا وعافنا. آمين آمين يا رب. اضرأ إلى الله إلى الله يا الله والمسع علتا
اكتبرا واجعل علاجك زكاة للقانعات بالريابة يا با صلي على من شاء صلوا عليه ذكروا دواو الزم بباب الذي جار لأمته دواء إن أمرضتك الخطايا وعز عنك الدواء صلي على طه النبي من علتك تبرى اللهم صلي وسلم وبارك عليه إن أمرضتك الخطايا وعز عنك الدواء صلي على طه النبي من علتك تبرى الله 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 يا الله 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 يا الله الله يا الله من إليه أصير يا رب أنت النور ألهمت عقلي فكرة يندك منها طور يا من إليه يصير يا رب أنت النور ألهمت عقلي فكرة يندك حيت قصير أمشي وأخفض خشية حسبي إليك أشير يا من إلي يصير يا رب أنت النور هل أنت عقلي فكرة ينام منها وكتابك المسطور مشكات روحي ذكرها وكتابك المسطور فيض الحقيقة رزقها وقضاءك المقدور مشكات روحي ذكرها استمدت نورها يا ربي أنت النور يا من إلي يصير يا رب أنت النور ألهمت عقلي فكرة عندك صانك لا تخيبنا نعيري نحن خدام اي والله نحن خدام يا ابا الزهراء للذي صانك لا تخيبنا نعيري نحن خدام اي والله
قدامه يا ساكني رمضان النار حظكم ما كان يا أبا الزهراء بالذي صانع لا تخيبنا نرعين نحن خدامك والله نحن خدامك حيكم سرنا شوقا وقد طرنا حيكم سرنا شوقا وقد هوى حيرا يا أبا الزهراء بالذي صار لا تخيبنا نرعين نحن خدامك اي والله نحن خدامك هاتي يا حويدر ركبي غن يا عيني انا في يا رفيع الجناح يا رفيع
الحبيب.